حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه ام المؤمنين انها قالت جاءت ام سليم امراه ابي طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المراه من غسل اذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء